في 6 اتجاهات توزعت أصوات النواب 122 في جلسة انتخاب الرئيس بغياب 6 نواب، فنالت الورقة البيضاء الحصة الأكبر ب 63 صوتا وفق التعداد النهائي لمجلس النواب. الأصوات 63 هم نواب كتلة الوفاء للمقاومة 15، التنمية والتحرير 15، لبنان القوي مع الطشناق 21، الوطني المستقل 4، جمعية المشاريع 2، والنواب جميل السيد وحسن مراد وجهاد الصمد وفراس السلوم ونواب صيدا المستقلون 3. لكن إذا ما جمعنا كل هؤلاء النواب يكون العدد 64، ما يعني أن أحد هؤلاء لم يصوت بورقة بيضاء إنما باتجاه الخيارات الأربعة الأخرى. ورقة بيضاء 63. 36 صوتا نال النائب ميشيل معوض، هم أصوات نواب كتل الجمهورية القوية 18 بغياب ستريدة جعجع، اللقاء الديمقراطي 8، الكتائب 3 بغياب سليم الصايغ، كتلة التجدد 3 بغياب فؤاد مخزومي، إضافة إلى 3 نواب مستقلين هم إيهاب مطر، ميشيل ظاهر، جان تالوزيان. أما الصوت 36 فهو إما بلال حشيمي أو غسان سكاف، علما أن الاثنين أعلنا أنهما صوتا لمعوض. ميشيل معوض 36. 10 أوراق حملت اسم لبنان واعتبرت ملغاة، هذه الأوراق صوت بها نواب في معظمهم مقربون من المستقبل، هم نبيل بدر، محمد سليمان، أحمد الخير، وليد البعريني، سجي عطية، عبد العزيز الصمد، عماد الحود، أحمد رستم، جميل عبود، فيما العاشر يرجح أن يكون إما بلال حشيمي أو غسان سكاف. لبنان 10. 11 صوتا لسليم إدي، هي أصوات نواب التغيير بغياب 2 منهم، هما النائب إبراهيم النيمني الذي اعتذر عن الحضور لإصابته بكورونا، والنائبة نجاة صليبة بداعي السفر. سليم إدي 11. أما النائب عبد الكريم كبارة فقد صوت بورقة كتب عليها نهج رشيد كرامي بحسب ما أعلن بنفسه، وقد اعتبرت ملغاة أيضا. نهج الرئيس رشيد كرامي 1. وتبقى الورقة اللغز التي اعتبرت أيضا ملغاة، مها أميني 1، تلك التي حملت اسم الشابة الكردية مهسا أميني التي قتلت في إيران أثناء الاعتقال قبل أيام، وأدى ذلك إلى تفجر احتجاجات غاضبة.